بسم الله الرحمن الرحيم، خامس ابتدائي، ونشوفوا إن شاء الله موضوع جديد. غنتكلموا على لا كومينيكاسيون اي اكت دو لونغاج. كومينيكاسيون تنعرفوا بان هي تجي من فيرب كومينيكي، كومينيكي يعني تواصل. اذا لا كومينيكاسيون هو التواصل، اي اكت، اكت يعني فعل، دو لونغاج يعني كاننا نتكلم عن فعل، لا لونغاج يعني المحادثة. لا لونغاج جي من لا لونغ يعني لا لونغاج يعني المحادثة. En communication et acte de dialogue, tu vas apprendre à. يعني en communication يعني في هاد لا كومينيكاسيون اللي غنتكلموا عليها الان، يعني في هاد التواصل، يعني انك ستتعلم امورا، منها ماذا؟ منها اكسبريمي ان بوا دو في. إذن en communication يعني في هاد التواصل، اي اكت دو لونغاج هو فعل، انك تقوم بشيء، دو لونغاج يعني المحادثة، اي اكت دو لونغاج يعني هاد الحركة ديال لا لونغاج يعني ديال المحادثة. تي فا ابخوندر يعني انت ستتعلم. ديما تستعملوا الفيرب الي موراها الفيرب اللي غنصرفو، يعني تي فا ابخوند يعني انت قريب ستتعلم. إذا قلت تي فا مونجي يعني أنك قريب ستأكل. تي فا إكخيغ يعني أنت قريبا ستكتب. إذا قلت جو في باغتيغ يعني أنني سأذهب قريبا. جو في تستعمل لو فيرب ألي. إذا ألي ملي تبدا نصرفو فيه تيتقلب، متبقاش ألي، تنقول جو في، تي فا، إل فا، نو زالون، فوزالي، إل فون. إذا تي فا يعني أنت، tu vas apprendre، أنت ستتعلم. ستتعلم ماذا؟ يعني هاد الأمور اللي كاينة في هاد الكارو هنا، يعني منها exprimer un point de vue، يعني أنك ستعبر على وجهة نظر. exprimer un point de vue، le point هي النقطة، exprimer هي عبارة، l'expression écrite يعني التعبير كتابي، l'expression. إذن إكسبريمي أنك تعبر، سيكسبريمي أنك تعبر عن نفسك، هذا الفعل هو إكسبريمي أو سيكسبريمي على حساب طبيعة الحال المعنى ديالو وعلى حساب الاستعمال. إذن إكسبريمي أن بوان دو في يعني أنك ستعبر، إذا ترجمناها سنقول تعبر نقطة نظر، ولكن المقصود بها أنك تعبر عن نقطة نظر. يعني ممكن أننا نتحدث في موضوع ما، نتكلم عن موضوع، أنت سيكون لك فيه رأي، والآخر سيكون له فيه رأي، والآخر سيكون له فيه رأي، يعني نحن كل له نظرة معينة لهذا الموضوع، له نظرة معينة. إذن هذه النظرة وكأن لك نقطة فيه، أنت ستقول هذه هي النقطة التي تهمني في هذا الموضوع، والآخر سيقول هذه هي النقطة التي تهمني في هذا الموضوع. نحن في اللغة العربية نعبر عن هذه المسألة بوجهة نظر، يعني في اللغة الفرنسية نقول point de vue، point de vue، exprimer un point de vue أو accord، أنك تعبر عن accord. l'accord je suis d'accord يعني أنا متفق، l'accord هو الاتفاق، l'accord. إذن je suis d'accord يعني أنني متفق. إذن أنك ستتعلم أن تعبر عن وجهة نظرك، يعني أن تقول نظرك في أمر ما، وتعبر عن مثلا عن اتفاق، تقول أنا جو سوي داكور أو لو ديزاكور. كاين لاكور يعني اتفاق، لو ديزاكور عدم الاتفاق، يعني أنك تقول أنني غير متفق مع الفكرة أو مع هذا الموضوع. جوجي، لو جوجمون هو الحكم، جوجي أنك تحكم على أمر. إذا نحن طرحنا موضوع، ممكن أنك تعطي فيه نظر، ممكن أنك تعطي فيه اتفاق، ممكن أنك تقول أنني غير متفق بتاتا مع هذا الموضوع، وممكن أنك تحكم عليه، تعطي فيه نظرة معينة، تقول هذا الموضوع هو كذا وكذا وكذا، أنا أرى فيه كذا وكذا. إذا تي بو لو جوجي، أنك تحكم عليه. ك
كاين دوني طون اوبينيون، انك تعطي رايك. لوبينيون هو الراي. اذا دوني طون اوبينيون يعني انك تعطي رايك، رايك انت. طون اوبينيون انفورمي سور ان انديفيدي، انفورمي انك تخبر، انك تعطي اخبار، تعطي معلومات. لي زانفورماسيون الاخبار. اذا انفورمي سور ان انديفيدي انك تخبر على شخص، او سور ان بيرسوناج او على شخصيه، او انك تخبر على ان اوبجي يعني واحد الشيء. تقول مثلا هذه الساعه تعود لعهد كذا وكذا، او انها اشتريتها من كذا وكذا، او انها جاءتني من دوله كذا وكذا. اذا تعطي عليها خبر معين. اذا تو انفورم سور ان اوبجي او ان ليو، انك ممكن تاتي بصور لمكان ما وتقول هذا هو المكان، وتقول هذا هو المكان الذي فيه وقع ووقع ووقع، او الذي اجريت فيه كذا وكذا. اذا انت تعطي دي زانفورماسيون سور ان ليو. اذا لو ليو هو، لو ليو هو المكان. اذا كاين عاوتاني انفورمي انك تخبر بحال هنا، او تانفورمي. تانفورمي انك تخبر، يا اما انك تخبر انت اشخاص اخرون، او انك انت الذي تخبر، انت الذي تتلقى اخبارا من اشخاص اخرون، من اشخاص اخرين. اذا هنا في الحقيقه خاصنا نقولوا سانفورمي، لو فيرب هو سانفورمي. ولكن علاش قلنا هنا تانفورمي؟ لان في البدايه قالك بانك انت ستتعلم. اذا الخبر موجه لك انت، هذا الكلام موجه لك انت. اذا فهذا الكلام الذي نراه هنا يعني وكانه خطاب لك انت، لذلك قلنا هنا تانفورمي يعني انك تخبر، انك تخبر. اذا تانفورمي سور لي كونسيكونس دان في، انك تخبر سور على يعني على شيء، تخبر بامر على شيء، انك تعطى، انك تاتيك معلومات عن شيء. ما هو هذا الشيء؟ تانفورمي سور لي كونسيكونس، لي كونسيكونس هما النتائج. سور لي كونسيكونس دان في يعني ديال واحد العمل، لو في تنقولوا الفيرب فيغ هي عمل او قام بعمل. اذا اردنا ان نتكلم بشكل عمومي بحيث ان هذا الكلام لن يصبح موجها لك انت، اذا اردنا ان نتكلم عن الجميع نقول سانفورمي. سانفورمي سور لي كونسيكونس يعني على على النتائج دان في يعني ديال واحد العمل. سور لي ريزولتا، او مثلا تانفورمي سور لي ريزولتا او على النتائج ايضا. هذه لي كونسيكونس تكون بعض الاعمال وقعت ثم تؤدي الى نتائج يعني سواء وخيمه او جيده. اذا تنسميو هذه المسائل تنسموها كونسيكونس يعني النتائج عن تفاعل، عن عمل ما الى اخره. اذا تنسميهم لي كونسيكونس. سور لي ريزولتا دونكيت يعني نتائج تحقيق. يعني هاد النتائج لي كونسيكونس او ريزولتا عندهم نتائج نتائج، ولكن في الفرنسيه كل لها معنى، كل لها اختصاص ان صح التعبير. مثلا نقول بان هاد الازمه هي لا كونسيكونس ديال واحد العمل وقع قبل منا. اذا هذه تتسمى كونسيكونس يعني تكون واحد الاعمال غادا راسها في الاخر تتوصل لواحد النتيجه. هنا لي ريزولتا يعني ان الناس قاموا بواحد التحقيق وغادي يعطيونا لي ريزولتا، يعطيونا النتائج ديالهم. او مثلا ان التلميذ يقوم بعمل ما ونرى لي ريزولتا ديالو في اخر السنه. اذا هذيك نتائج ديال واحد العمل يقوم به الانسان. هنا غونسيني، غونسيني انك تخبر. لي غونسينيومو هي المعلومات. لي غونسينيومو مثلا سور ان ليو يعني انك تاخذ توجيهات، معلومات الى اخره. غونسيني انك تعطي معلومات او تعطي يعني توجيهات. اكسبوزي دي في، اكسبوزي هي تعرض، دي في انك تعرض اعمال، انك تقوم بعرض اعمال. اكسبوزي ليكسبوزيسيون، اذا ليكسبوزيسيون يعني العرض. دي في تنشوفوا عندها اس في الاخر، علاش؟ حيت دي في يعني جمع. غونسيني سور اون ديمارش او ان ريغلومون. غونسيني
انك تعطي معلومات رونسيني انك تعطي معلومات سيتادير دوني دي رونسينيومون سور اون ديمارش على واحد ديمارش يعني طريقه يعني اسلوب يعني واحد الطريقه تعملها شخص او تقوم بها دوله او تقوم بها اداره او الى اخره تتسمى ديمارش يعني واحد الاسلوب واحد النهج حد ديمارش ممكن نطلقوها على واحد المشيه يمشيها شخص وهي كذلك تدخل في هذا الاسلوب إذن أنك تعطي دي غونسينيومو غونسيني سور اون ديمارش أو أن ريغلومون لو ريغلومون يعني هو قانون إذن حنا متنتكلمو على واحد الأسلوب ديال واحد النهج ديال واحد الشركة ديال واحد المؤسسة إلى آخره فحنا أيضا متنتكلمو على واحد الريغلومون واحد لو ريغلومون يعني واحد على واحد النظام تتمشي به ديك الشركة أن تقوم بهذا العمل قبل هذا العمل أو أن تقوم بهذا الامر قبل هذا الامر عنده واحد استعمال الزمان مثلا خلال الاسبوع او خلال الشهر او خلال واحد اذا هاد النهج هاد الاسلوب هاد النظام هاد النظام اذا تنتكلموا على غونسيني سور اون ديمارش انك تعطي معلومات على ديمارش يعني لو ديمارش هو الاسلوب او واحد الطريقه او واحد النهج ان ريغلومون يعني نظام طاميزي طاميزي انك تتسلى تو ديفيرتير يعني انك تتسلى ايضا اميزي انك تلهي شخصا او تسلي الى اخره ساميزي انك تتسلى بنفسك انك تسلي نفسك تو ديفيرتير انك تتسلى ديفيرتير يعني انك تلهي شخصا او انك تسرق شيئا تسرق مالا ديفيرتير ولكن سو ديفيرتير انا فيرب برونومينال ولا عندو هذا المعنى ديال تسلى إذن تو ديفيرتير أنك تتسلى إكسبريمي أنك تعبر تي سونتيمون يعني أحاسيسك لي سونتيمون هما الأحاسيس لي سونتيمون تيغو يعني مذاقاتك لوغو هو المذاق تي زيموسيون لي زيموسيون هما الإنفعالات تي زيموسيون يعني إنفعالاتك دوموندي أيضا أنك تتعلم دوموندي دوني دوموندي أنك تطلب أو تسأل دوموندي سي الفيرب دوموندي دوني دي كونساي انك تعطي نصائح لي كونساي هما النصائح دوني دي كونساي انك تعطي نصائح بيرسوادي فير اجير بيرسوادي انك تقنع شخص كونفانكر يعني انك تقنع شخصا بيرسوادي كيلكا انك تقنعه بان هذه الفكره صحيحه فير اجير يعني ان الانسان يقوم بردة فعل فير أجير أنك تجعل شخصا أو أشخاص يقومون بردة فعل تجعل شخصا يتصرف إذن هذا هو فير أجير إذن هذه كلها أمور الإنسان سيتعلمها هذه المسائل التي تكلمنا عنها الآن إكسبريمي أن بوا دو في أنفورمي سانفورمي إلى آخره غونسيني إكسبوزي دي في كاين طاميزي أنك تتسلق يعني أنك تتعلم كيف تتسلى كيف تعبر عن تيسونتيمون على أحاسيسك تيقوق على مذاقاتك إلى آخره دوموندي دوني دي كونساي إلى آخره أنك تطلب أو تعطي تطلب أنت أو تعطي أنت دي كونساي إلى آخره أو بيرسوادي كيف تقنع هادشي كله غراس أق بفضلي غراس أق هي بفضلي هذه غراس ا تنقولوا على شي حاجه اللي وقعت مزيانه تنقولوا مثلا بانني توصلت بهذا الامر او انني حصلت على هذه النقطه غراس ا يعني بفضل كذا ولكن العكس ديال غراس ا هي ا كوز دو بان هذا المشكل وقع لي ا كوز دو بسبب كذا اذا كاين عندنا غراس ا وكاين عندنا ا كوز دو اذا غراس ا دي زاكتيفيتي بورتون سور يعني هذه المسائل التي تكلمنا عليها الحين يعني الإنسان سيتعلمها أنك تعطي وجهة نظرك أنك تخبر أو تخبر أو أنك تعطي معلومات أو تعطى معلومات أو أنك تسأل أو تعطي إلى آخره هذه المسائل يعني ستتعلمها غراس بفضل ديزاكتيفيتي بفضل أنشطة
portant sur يعني بفضل أنشطة portant sur يعني أنها محمولة على يعني أنها هاد les activités متعلقة ب portant sur يعني أنها متعلقة بأمور إذن grâce à des activités portant sur يعني بفضل أنشطة أنها متعلقة بأمور متعلقة بماذا؟ des enquêtes تحقيقات التحقيقات هما les enquêtes des interviews les interviews هما الاستجوابات إذن هذه المسائل التي ذكرنا قبل قليل يعني أنها ستكون لك بفضل هذه الأنشطة المتعلقة بهذا les enquêtes وبفضل les interviews بفضل الاستجوابات أنك تستجوب عن أشخاص ثم تأخذ منهم معلومات إذن أو دي جو دو رول يعني أنك تلعب أدوار دي جو دو رول أنك تلعب أدوار معينة في قصة ما أو في مسرحية ما أو في مواجهة ما أنك تتكلم يعني عن أمر ما أنك تلعب أدوار لي رول هما الأدوار إذن لو رول هو الدور يعني أنك تلعب دورا ما إذن هذه بصفة عامة إذن هذه الأمور كلها ستتعلمها من خلال لي زونكيت من خلال التحقيقات من خلال لي زانتيرفيو من خلال يعني استجوابات أو تو سامبلومون غراس أ دي زاكتيفيتي بورتون سور دي جو دو رول يعني أنك أن هاد لي زاكتيفيتي تتكون متعلقة بواحد اللاعب ديال الأدوار إذن هذا فيما يخص هاد الفقرة التي يعني ممكن الإنسان أنه يكتسب منها خبرة ما إلى اللقاء.